احمد، وشكرا كمان للاستاذ حسام صالح الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعه اعلام المصريين. ان شاء الرحمن يبقى يوم جميل يفرح كل المصريين باذن الله، مش الاهلاويه بس. هنخش بقى في الجد الفني، الامور الفنيه بجد، يعني من خلال تشكيله الاهلي ومن خلال تشكيله الترجي وتشكيله الاهلي المكونه من محمد الشناوي، احمد فتحي، سعد سمير، كولوبالي، وايمن اشرف في نص الملعب، وفي نص الملعب حسام عاشور وعمرو السوليه واسلام محارب واحمد حمودي ووليد ازارو ووليد سليمان تحت وليد ازارو. يبقى كارتيرون كالمعتاد والطريقه المعتمده عليها او المعتمد عليها كارتيرون في كل مبارياته داخليا وخارجيا، مهما كانت الغيابات او مهما كانت المؤثرات ومهما كانت العقوبات ومهما كانت الملاعب داخل مصر او خارج مصر، فبيعتمد عليها كارتيرون 4-2-3-1. يبقى تشكيلة الأهلي مرة تانية: الشناوي وأحمد فتحي وسعد سمير وسليف كولوبالي وأيمن أشرف، حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، وأحمد حمودي، وإسلام محارب، ووليد أزارو. تشكيلة الترجي التونسي من غير ما نبص في ورق ومن غير ما نتكلم يعني بشكل على الشاشة اللي احنا حافظينها من خلال شرحنا في قناة الأهلي وملعب الأهلي: معز الدين بن الشرفية، وعلى يمينه سامح الدربالي، وكمان شمس الدين الزوادي، وخليل شمام، وحسين الربيع بدل من ايمن محمد اللي اتعور امبارح في التمرينه، وفي نص الملعب بيلعب فرانك كوم وكولوبالي والشعلالي وانيس البدري والبليلي وطه ياسين الخنيسي. دي تشكيله الترجي التونسي. عندك تعقيب على التشكيل او تعليق على التشكيلين يا كابتن شريف؟ واتكلم بقى في التفاصيل الفنيه وهنسترد او هنسترسل مع